تحدث سائق سيارة أجرة وهو ممتعض من قرار تحويل السيارات إلى نظام الغاز أو العمل بنظام الغاز، قال إن ما يحدث هو ابتلاء آخر عندما تكون السيارة بالإقساط ويطلب منا أن نحولها إلى الغاز بكلفة تصل إلى 500 ألف دينار عراقي، أي نحو 400 دولار أمريكي. دعونا نشاهد. ارهيج والله العظيم ما يصير هيك وضعية. احنا ما عدنا، احنا مش خلينا بالاقساط، ويقول حول ب 500 الف حولها غاز، منين نجيب؟ نروح نبوك؟ هو لو واحد عدى يروح يشتري صافين على بوس لابو حتى خارج. وين خلي يسمعنا قاعد هاي المديرية؟ وينك وضعية هيك؟ تعال باوع، تعال باوع، هذا عنا نستغني وين الرجل؟ باوي جيب الورقة دي تطارد، جيب الورقة دي تطارد. ها عمي يقول روح اول غاز، احنا الغاز هسه ما عندنا ناجح، احنا بالبيت ما عندنا غاز، تريد بالسياره عندنا غاز؟ عندنا بنزين، احنا اشترينا بنزين، سياره بنزين نشتري خصوص بقصوا لنا وصولات، نشتغل بالصفره انتم تطلعوا لنا مال غاز. يابا ما يصير هيك والله العظيم ما يصير هيك.